السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم رواد موقع عرب هاردوير في حلقة جديدة من حلقات كورس CCNA Security. موضوع اليوم إن شاء الله راح أتحدث عن Router Based iOS Firewall. راح نتحدث على تطبيق الفايروول على الراوتر عوضا عن جهاز مخصص للفايروول. قبل ما نبدأ نقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالنسبة لسيسكو عندها عدة options للفايروول. عند الـ Integrated Services أو الـ ISR، وهو الراوتر اللي بيدعم كل الـ Features، منها الـ VPN والـ Firewall وأشياء كثيرة. أيضا ممكن يكون Appliance Firewall، بس موضوعنا اليوم راح يكون iOS Firewall يعني على الراوتر. بالنسبة للـ iOS Firewall عندنا نوعين، النوع الأول Classic Firewall والنوع الثاني Zone Based Firewall. راح ناخذون إن شاء الله هاليوم ونتحدث عليهم بالتفصيل. بالنسبة للكلاسيك فايروول كانت تسمى بالسيباك، أو كانت تعرف بالسيباك قبل أن ينتقل اسمها ويتغير إلى الكلاسيك فايروول. وسبب التغيير ظهور الزون بيس فايروول، تم دمج كل الفيتشرز في الكلاسيك فايروول ووضعت في الزون بيس فايروول. بالنسبة للسيسكو اي او اس كلاسيك فايروول provides stateful packet inspection. ما معنى stateful packet inspection؟ يعني عندي راوتر موصل بالانترنت وعندي internal network. في حالة عمل request مثلا لأي شيء لـ UDP مثلا، request للنتورك، بتقوم أو بيقوم السيباك بمراقبة هالترافيك أو هالنتورك، وبتسمح برجوع أو عمل reply من الإنترنت بما أن الفايروول بيعمل deny أو بيمنع deny all. السيباك بيسمح لـ respond أو استجابة أو رجوع من الـ UDP على سبيل المثال، سواء TCP UDP ICMP يعني أي بروتوكول. بيسمح بيراقب أول شيء، بيعمل inspect يعني بيراقب المصدر الـ destination اللي بتصل إليه، وبعدها بيسمح بالرجوع له بعمل ريبلاي، بيفتح له بورس وبيخلي بيسمح بدخول هالديستنيشن الى السورس. الفكره نفس فكره ما يسمى بال واخذناها ما يسمى بالدايناميك اكسس ليست او الاستابليشد تي سي بي استابليشد، بس الفرق طبعا ان الدايناميك اكسس ليست على تي سي بي فقط، وهنا على اليو دي بي وما إلى ذلك يعني TCP وغيرها. أيضا provides alerts logging، بيعمل logging للأحداث اللي عملها inspections، أيضا alerts للأشياء malicious أو المشبوهة. بالنسبة للزون based firewall طبعا السيباك ممكن على كالaccess list يعني تعتبر كأحد الأمثلة راح نتحدث عليها قريبا. الزون بيس فايروول وهي تطبيق البوليسي، تطبيق بوليسي للاي او اس فايروول على زون، على منطقة وليس على
وليس على انترفيس. بمعنى لو عندي نتورك فيها عدة انترفيسز، او عندي اكثر من مصدر، مثلا عندي على سبيل المثال عندي هل الاوتسايد الانترنت يعني اوتسايد سورس، عندي مثلا دي ام زي ودي ام زي، وعندي ممكن الانترنال نتورك، يعني بتكون هل انترنال نتورك زون والدي ام زي زون والاوتسايد او الانترنت زون. على سبيل المثال ما فيها السورس، يعني عندي اكثر من انترفيسز مثلا على نفس الزون او نفس المصدر، ممكن انترنال. في حالة يعني بدلا من اني نطبق مثلا اكسس ليست على كل انترفيس، لا نطبق بوليسي على زون كاملة. يعني طبعا هي اقوى كسكيورتي، وايضا مور فلكسبل، وعندها فيتشرز كثيرة بالنسبة للزون بيس فايروول. وهي كما قلنا انها بتطبق بوليسي على مجموعة او على جروب معين او على زون كمصطلح تستعمل في سيسكو، عوضا عن انترفيسز. يعني بتعمل كونفيجر للسكيورتي زونز عوضا عن الانترفيسز. ايضا تستعمل ما يسمى بال ام كيو سي ستراكشرز للكونفيجريشن. طبعا الام كيو سي صممت في بادئ الامر للكواليتي اوف سيرفيس، وبعدها ضمت للستراكشر بالنسبه للفايروول. هي مودولر كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين انترفيس اختصارا. هي طبعا تطبيق طريقه او عمل الكونفيجريشن للزون بيس فايروول عن طريق الام كيو سي. ان شاء الله راح يكون موضوعنا القادم باذن الله. عندي بالنسبه للسيسكو اي او اس كلاسيك فايروول، في حاله استعملنا الاكسس ليست، الاكسس ليست طبعا كما هو معروف ان تعمل بلوك وفقا لادرس او عنوان او بورت معين. طيب ايضا بتفتح عده بورتس، يعني لو نقولوا ان هالشكل هو الفايروول اللي عندي، وبعدها عملت اكسس ليست وبديت اعمل بيرميت على مثلا على بورت 80، فاصبح بورت 80 مفتوح، وبعدها بورت مثلا 25 اصبح بورت 25 مفتوح، وبعدها ممكن 21 اصبح بورت 21 مفتوح. يعني اصبحت عملت جعلت البورتس مفتوحة بشكل دائم بالنسبة للأكسس ليست هنا، فأصبح يعني أصبح عندي ثغرات. طبعا هي الأكسس ليست أوكي يعني قوية في السكيورتي، بس عندي يعني معرضة أيضا للإنترودرز أو الهاكرز أنهم يستغلوا ثبات هالبورتس هالأوبن بورتس المفتوحة لعمل الهجمات يعني او الاتاكس. طبعا الاكسس ليست doesn't work with dynamic applications لانها بتغير البورتس عند الديستنيشن. طيب بما ان بيستغل الهاكرز الدخول يستغل هالثغرة او الاوبن بورتس للدخول، عندي ما يسمى بالسيباك او الكونتكست بيست اكسس كنترول، وهي وكأنها جت عوضا او تكملة للنقص الموجود في الاكسس ليست. الاكسس ليست هي تسمح او تمنع فقط، بس لا بس ما تعمل انسبكشن او ما تشوف وتراقب الداتا اللي ممكن تمر. يعني بمجرد ان عملت فتحت الاوبن بورتس اصبحت مفتوحة، خلاص يعني بتسمح بس ما بتراقب هالبورت، فهذا يعتبر نقص. يعني كشخص يعني مركز على السكيورتي بدرجة كبيرة، يعتبر نقص في الاكسس ليست انها ما بتعمل مراقبة
اللي هي البورتس. فالسي باك هي تعمل انسبكتس على سبيسيفايد بروتوكولز، على اي بروتوكولز انت تحددها للراوتر او للكوماندز عفوا. هي طبعا بالنسبة للسي باك، لو نقوله السي باك وهو طبعا من الكلاسيك فاير وول، السي باك عند دخول الداتا مثلا اليو دي بي كما شرحنا في اول سلايد، بتسمح بتعمل اوبن لبورت، لبورت مفتوح بما ان عملت له مراقبة. طبعا اذا كان دايناميك ففي الفاير وول العادية تعمل تطبق الديفولت بوليسي وهي الديناي اول، فما بيشتغل معنا الريسبوند. لكن السي باك بيسمح في نفس الوقت بيراقب هالباكت عند حدوث اي شيء خاطئ او اي شيء مشبوه فيه يعني، وبتسمح بريبلاي من هالديستنيشن من الانترنت للرجوع الى المصدر عن طريق طبعا على حسب اليو دي بي اي سي ام بي اي شيء. طبعا قلنا نفس فكرة الدايناميك اكسس ليست ولكن بمور اوبشنز، طبعا الدايناميك تي سي بي فقط ولكن هنا اليو دي بي وغيرها. طيب ايضا بتعمل انسبكتس الى الابليكيشن لاير بالنسبة للسي باك. ايضا بتعمل مونيتورز سيجنالينج اند كوماندز ان ذا كنترول شانل اوف سيرتن بروتوكولز. طيب ايش معنى هالجمله؟ راح نشوفه بالكوماندز. قبل ما نتحدث على كوماند السي باك، طبعا بالنسبه لكورس السي سي ان سيكيورتي ما علينا الكونفيجريشنز او الكوماند لاينز. طبعا المطلوب بالنسبة لدرس الفايرول انك بتعرف تطبق عن طريق ال SDM فقط يعني وليس الكوماندز. بس نحن راح نشوف فكرة مبسطة فقط على الكونفيجريشنز. عندنا راوتر طبعا بعد ما دخلنا في الكونفيجريشن مود بنكتب IP inspect IP inspect IP inspect لتفعيل السي باك على الراوتر. ممكن نعطيها name لinspection rule وهي الرول اللي بتعطي inspection بالنسبة لأي بروتوكول. خليها مثلا زيادز رول. طيب طيب بعد ما عطيت اسم لهالرول او للانسبكشن رول، طبعا بالنسبة لهالراوتر في الباكج تريسر عطيني ابليكيشنز بسيطة. بس ممكن بتدخل انا شفت في الجينز 3 لما عملت هالكوماند يعني اعطاني بروتوكولز كثيرة. بس المهم يعني تفهم الفكرة ان بعد ما عملت الرول بيعطيني options للبروتوكولز، بنحدد البروتوكول اللي بيقوم السي باك بمراقبته. طيب بعد خلاص بعد هالكوماند معناها اني فعلت السي باك وبيعمل inspection او inspect للتلنت على سبيل المثال. ففي حالة دخول ذهاب تلنت الى الانترنت طبعا بينتظر ريسبونس من الانترنت والسي باك بيفتح له بورت وبيخليه مر طبعا مع المراقبة. طيب في شخص يقول لي اليو دي بي طبعا وليس السيشن يعني ليس مثل التي سي بي. طبعا التي سي بي التي سي بي عبارة عن سيشن يعني بتروح الباكت وبترجع يعني في ريسبونس يعني في استجابة من الديستنيشن الى السورس يعني ومن الوظائف اللي يقوم بها يعني من تصحيح اخطاء وغيرها.
لكن اليو دي بي لا، يعني بيرسل فقط او ما بينتظر اي معلومات للرجوع او للتأكيد. لكن طبعا بما ان احيانا يكون بما ان السيباك يراقب هالعملية، فبمجرد ان سمح لليو دي بي بالذهاب بعد وصول اليو دي بي الى الديستنيشن او الانترنت على سبيل المثال كانترنال سورس، بعدها في حالة لو هناك ريبلاي من الانترنت، يعني طبعا الانترنت احيانا يختار دايناميك بورت، فهنا طبعا بيسمح لهالدايناميك بورت بالدخول. لماذا؟ لانه هو عمل انسبكشن، يعني راقب هالمصدر وهالديستنيشن وعرف البورت اللي راح يستعمله وسمح له بالرجوع الى السورس او الى المصدر. ايضا السيباك بيساعد في عملية او منع عملية الـ denial of services. عندي النوع الاخر وهو الـ zone based firewall released الـ iOS 12.416t. ايضا هو بيقوم بعملية inspection اكبر وافضل من عملية السيباك. بيشوف اشياء او بيمسك اشياء مثل الانستنت مسج او البير تو بير ابليكيشنز، لان هالاشياء خطيره ومعرضه للهاكس دائما، وايضا تستعمل دايناميك بورتس. طبعا قبل ما نتكلم على هالاشياء خلينا نتكلم بصفه بسيطه على الزون. طبعا الزون بتقسم مثلا الى الى مناطق، مثلا عندي الاوتسايد، مثلا عندي الانسايد، وعندي الدي ام زي زون على سبيل المثال. والفكره من الزون بيس فاير وول وهي تطبيق بوليسي على زون بدلا من انترفيسز، يعني ممكن بتم بطبق بوليسي ديناي على الانترنت، بتمنع اي شيء من الانترنت، ممكن اشياء معينة على على الانترنال على حسب يعني المطلوب منك. طيب بالنسبة للبير تو بير ابليكيشنز فايل شيرينج مثلا، بالنسبة كيف تعمل بالنسبة للبير تو بير فاير شيرينج او مثلا instant message applications، طبعا هالابليكيشنز من الصعب في حالة وجود الفايروول العادي انه يمنحن، لانهن معروفات او يسمن بالدايناميك بورت ابليكيشنز، بيستعملن دايناميك بورتس، فصعب على الفايروول العادي انه يعمل بلوك لهن. فالزون بيس فاير وول بيراقب هالاشياء وبيمنع هالاشياء لو في شيء مشبوه به. على سبيل المثال عندنا البيت تورنت مثلا، كلكم عارفين البيت تورنت. البيت تورنت طبعا يعتبر نوع من انواع الفايل شيرينج ابلكيشن. بالنسبه للبيت تورنت احيانا يكون او بنظم البيت تورنت اشياء illegal، يعني او غير مصرح بها، مثل مثلا سوفت وير لمصدر معين او لشركه معينه وهو مثلا مسروق، يعني سرقه. ف يعني اي اشياء، يعني اشياء كثيره ممنوعه من انها بتنزل فبتستخدم في الفاير شيرينج مثل بيت تورنت. ف بالزون بيس فاير وول او البوليسي بتمنع هالاشياء او بتمسك الاشياء. طبعا بما انه بتستعمل دايناميك بورتس، فالبيت تورنت من الصعب في الفاير وول العادي انه بتمنع، مثلا على سبيل المثال انه بيستعمل بورت مثلا 52 مثلا 52 130 مثلا. لو منعت على هالبورت
فانه هو اصلا اوريدي بيستخدم دايناميك بورت. فحشوف البورت اللي بعدها يعني حشوف البورت 52 131، فحتكون ما تنجح عملية منع او بلاك هيل فاير شيرنج. فبالنسبة للزون بيس فايرول بتراقب هالعملية، بس ايضا تبي تمنع لو في حالة اشياء غير مصرح بها، مثلا على سبيل المثال في البيت تورنت، فتبي تمنع هالابليكيشنز عن طريق الابليكيشن سيجنتشر وليس البورت او الدايناميك بورت. ايضا الانستنت مسج، مثلا عندي الام اس ان على سبيل المثال، احيانا بيستعمل بورت 80 ايضا اتش تي تي بي، فبتصبح فانت ما بتتم ما تبي تمنع البورت 80. فال ال ال الزون بيس فايروول ايضا بتراقب عمليه الانست مسج. طبعا الانست مسج احيانا ايضا بتعمل داونلود لفايل منها، واحيانا يكون هالفايل سوفت وير، لكن سوفت وير في فيروسز يخزن انترنال من هوست ومنها الى الانترنال نتورك. فايضا بيراقب هالعمليات وبيشوف لو في اشياء مشبوهه بيمنحها عن طريق البوليسي المطبقه على زون بيس فايروول. طبعا ايضا هو البرفورمانس اللي في الزون فايروول افضل من الكلاسيك طبعا اكيد بكثير. عمليه الكونفيجر تختلف طبعا، وهي تكون ما يسمى بالزونز، وايضا بامكانك اضافه انترفيسز الى الى زون الى اي زون تريد. طبعا ايضا التعليمات للزون بيست طبعا النقطه الاولى بيقول لك البوليسيز بتعمل ابلاي على الزونز. يعني على سبيل المثال ان عندي هذه زون وعندي زون وعندي زون اخرى، مثلا هذه الانترنال زون على سبيل المثال، عندي الانترنال زون وعندي مثلا الاوتسايد زون هي الانترنت مثلا، وعندي ايضا ال دي ام زي مثلا. طيب بتطبق البوليسي على كل زون، بتطبق مثلا بوليسي على هالزون وبوليسي على هالزون وبوليسي على هالزون. طبعا الديفولت بيقول لك ديناي اول، يعني كل شيء مثل فاير وول كل شيء باي ديفولت ديناي. بيقول لك الانترفيس ايضا توضع او تنتمي الى زون واحدة فقط، يعني ما ينفع ان انترفيس تنتمي الى تو زونز، اونلي زون واحدة فقط. ايضا بيقول لك الترافيك ما بين تو انترفيسز على نفس الزون، يعني الترافيك كان فلو، يعني ممكن الترافيك تمر، يعني عندي تو انترفيسز ممكن الترافيك تمر ما بين هالتو انترفيسز. خلينا نشرحه من الرسمة هذه اوضح. مثلا هالتو انترفيسز ممكن تمر ممكن تمر بينات الترافيك بدون اي مشاكل هالانترفيسز لان في نفس الزون. ايضا لو في تو انترفيسز لكن مش ليست موجودة في نفس الزون او ليست موجودة في اي زون، ممكن تمر ايضا بين الترافيك بدون مشاكل. بيقول لك الترافيك لا تمر ما بين زون ونان زون انترفيس، بمعنى ان هالانترفيس ما تمر بينها وبين هالانترفيس للترافيك، يعني لان هذا شيء اخر تماما، يعني يختلف عن الزونز. ايضا الانترفيس في هالزون ما تمر بينها وبين ترافيك في هالزون طبعا الا عن طريق البوليسي، لان الديفولت قلنا ديناي اول. النقطة الأخيرة أيضا بيقول لك ما تستطيعش الدمج ما بين الزون والليجاسي فايروول انسبكشن، يعني طبق السي باك على زون مثلا
تستطيع مثلا تطبيق اكسس ليست يعني، لكن لا تستطيع تطبيق الكلاسيك على الزون بيس فايروول، لان هي اصلا دمجت في الكلاسيك فايروول، دمجت في في الزون بيس فايروول. ايضا عند تطبيق الزون عندي 3 اكشنز، انسبكت ودروب وباس. بالنسبه للباس والدروب والباس مثل الديناي والبرميت اللي في الاكسس ليست. بالنسبه عندي عندي الزون طبعا بالنسبه للترافيك، يا اما بتقول مثلا بتقول باس، باس معناها بيرميت، هي بتسمح بالداتا او بالترافيك بالمرور. الدروب اللي هي ديناي ما بتسمح للداتا بالمرور. انسبكت وهي انجيج ستيت فور انسبكشن، انسبكت اسمح ولكن ليس تسمح فقط، ولكن ايضا اعمل انسبكت وراقب هالداتا اللي تمر وين تروح وايش ممكن يحدث فيها، لو في اشياء مليشيز ممكن بتحدث في هالترافيك اللي موجودة. طيب خلاص نحن انهينا المفاهيم الاساسية للكلاسيك فايروول والزون بيس فايروول. باقي عندنا الكونفيجريشنز. الكونفيجريشن كما قلنا في السي سي ان سيكيورتي مطالب بالاس دي ام فقط، ولكن بما ان نحن نهجنا نهج او اتبعنا نهج السي بي تي فشارحين الكوماندز، فراح ان شاء الله راح نشرح الكوماندز ونشرح الاس دي ام، بس ان شاء الله راح تكون في الدرس القادم، لان موضوع الكونفيجريشن بياخذ وقت واجلناه للموضوع القادم ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء واضح في الفايروول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.